ايام العيد هل بتختلف الزيارات فيها، اتيكيت الزيارات فيها عن بعض؟ يعني اول يوم غير تاني يوم غير تالت يوم، والزيارات دي يعني ايه اللي ممكن ان احنا نعمله واحنا رايحين لحد بمناسبه العيد، رايحين لاصحابنا عازميننا على الغدا في العيد، تجمع العيله اول يوم العيد، مين هيجيب ايه؟ طيب بصي، هو عامه العيد بيختلف حسب الاسره نفسها، الخطط بتاعت الاسره هتعمل ايه. اوكي، فيعني مثلا احنا خلاص هنتعزم او هنعزم، في حاجه بس صغيره في اول يوم العيد برضو مهمه جدا، هي صلاه العيد طبعا، والمهازل مع الاسف اللي بنشوفها ساعه صلاه العيد ايه؟ ما فيهاش اتيكيت خالص. يعني بتلاقي مثلا البنات في سن المراهقه مثلا بيمشوا بيقعدوا يضحكوا ويهزروا بصوت عالي جدا والناس راح تصلي، ده مش شكل، مش اتيكيت خالص. يعني لازم الام توجه بنتها، يعني تكون اللبس طبعا محتشم، احنا رايحين الجامع نصلي، الميك اب طبعا هما بيبقوا عايزين بعد الصلاه بيخرجوا مع البنات او بيقعدوا مع بعض فبيبقوا حاطين ميك اب اوفر، لا يعني ده مكان للصلاه وبعد ما نفطر مثلا او نتغدى نبقى نخرج. الصوت العالي حتى كمان، يعني ممكن وانت واقفه ممكن تلاقي سيده جنبك ممكن العبايه اللي لابساها سايباها من العيد للعيد مش مغسوله، فالرائحه بتبقى نفاذه، فلازم لا طبعا ده عيد يعني استقبله ازاي بفرحه، وناخد يعني ان انا دمج علم الطاقه مع علم الاتيكيت. لازم الشاور ده مهم جدا، اللبس نفسه يكون مغسول ومعطر باجمل الروائح طبعا، ده عيد. وبعدين ما حدش اصلا يقدر يروح مسجد او جامع او حتى مكان مفتوح صلاة غير لما ياخد زينته، يعني ياخدوا زينتهم بالظبط، دي يعني ريحتنا تبقى كويسه وشكلنا كويس. ده يعني هو ده كان في شك في الموضوع؟ لا لازم، يعني ده مهم جدا، يعني لازم يعني نتطيب بالروائح الجميله. يعني ده مهم جدا، ده اتيكيت على فكره وبرده من الاصول والعادات الاسلاميه بتاعتنا. صحيح. ده مهم جدا. يعني النظافه من الايمان. صحيح. اوكي، طيب بالنسبه بقى للزيارات، هي دايما بتبقى اول يوم يعني للاسر المقربين قوي، يعني والدتي عزماني، انا عازمه اخواتي عندي، فلازم انا اول ما اخلص مثلا صلاه العيد واروح البيت لازم ابقى في يعني في لابسه لبس عبايه الاستقبال، لان دايما الاخوات لما بيجوا في اول يوم مش بيستاذنوا قبلها، اوريدي احنا متفقين ان احنا هنحضر او هنروح للاخت الكبيره الاول او الاخ الكبير الاول، فلازم ما ينفعش مثلا حد بيخبط عليا وانا هقول لحظه عقبال ما اشوف حاجه البسها، لانه وارد يفهم يعني ما حدش يهب في وش حد كده. لا يعني انا خلاص عارفه ان الناس لازم اكون جاهزه، لان مجرد ما بتاخر ان انا افتح الباب هم ممكن يعتقدوا ان انا غير مرحب بيهم، فده صحيح. مهم جدا طبعا، احنا اوريدي في رمضان احنا جينا بدري او جينا بدري احنا جينا بدري وكده ده حقيقي، فانا ببقى مرتبه كل حاجه كمان من قبلها بيوم. طبعا جميل قوي لما اشرك اولادي في الديكوريشن بتاع البيت. طبعا البيت بيكون متزين فيه روائح جميله، اوريدي احنا في رمضان كل الاسر المصريه بتستعد بالنظافه في بيتها والديكور بيبقى موجود، بس على قرب العيد طبعا بتكون النظافه اكتر والتهويه بتكون اجمل، والبخور بقى البخور بيدي طاقه جميله جدا للمنازل يوم العيد بالذات. صحيح. يعني لو معلش يعني في جزئية حضرتك بس يعني قفزنا من عليها، الهدية والعيدية. لا دي مهمة جدا، دي عايزين نتك عليها شوية، لأن الهدية يعني انت رايحة عزومة عند العيلة او حد جاي لك في بيتك من العيله، برضو نتكلم الاول على اساس العيله وبعد كده الاصحاب. بالظبط. نجيب ايه لبعض؟ يعني الواحد ما بيبقاش عارف يجيب هديه للست اللي في البيت ولا يجيب هديه بقى كحك العيد، لان ده عيد طبعا عيد الكحك والبسكوت والغريبه والبسكوت والحاجات دي، ولا يجيب حاجه يعني فيز حاجات بتاعت البيت. جميل جدا. بصي، هي العيديه او الهديه بتنقسم لجزئين في العيد. في هديه بتبقى لصاحبه الدعوه اللي احنا رايحين لها، وكمان في هديه نقديه للاطفال. اوكي، ودي دي التراث بتاعنا، ودي على فكره من الاتيكيت ومهمه جدا. انا دايما يعني او من فكري الخاص، انا كربه منزل او عازمه ناس، فانا اوريدي عامله اكل كتير جدا، وعندي الفواكه وعندي الجاتو مثلا وعندي كل ده، فلان من الاتيكيت لما حد بيجي جايب لي مثلا تورته او جاتو او حتى فاكهه، في ناس بتفتكر ان لازم اخد الحاجه واروح للمطبخ ما افتحهاش. لا لازم تتحط، لازم تتحط. ليه؟ دايما بقول لما انا بروح لحد وجايب له حاجه انا عيني شافتها، فغصب عنك انت بتشتهي الحاجه دي. صحيح. فلازم انا يكون عندي اتيكيت وافتحها قدامه ويدوق منها. ده مهم جدا، حتى في علم الطاقه برضو بيوطد العلاقات قوي بالناس مع بعض لما بياكلوا مع بعض الحاجه اللي هم جايبينها. أوكي. دي بتخلي العلاقه بينهم جميله جدا طول العمر. فانا لما مثلا انا ساعات اتشرط اقول انا عايزه تورته كذا او عايزه طبعا. يعني عادي، لان جدا يعني